هنتكلم على conclusion او الاستنتاجات في موضوع ان ممارسة الرياضة بتؤثر على جودة وكمية البروتينات عالية الكثافة او high density lipid proteins. وبتؤكد هذه الدراسة ان جودة البروتينات عالية الكثافة في مكوناتها او high density lipid proteins اهم من كميتها. الاستنتاجات هنا او conclusion بتقول ايه؟ بتشير البيانات المقدمة الى التأثيرات الايجابية لتدريب التمارين الهوائية على ملفات الدهون والبروتينات الدهنية. وبيعتمد تأثير التمارين الهوائية على وظيفة البروتين الدهني عالي الكثافة على عدة عوامل بما في ذلك نوع التمرين وكثافته ومدته بالاضافة لخصائص المشارك سواء كانوا العمر والعرق وكتلة الجسم ومستويات البروتين الدهني عالي الكثافة والنظام الغذائي والادوية الى ما في ذلك. لذلك تقدم الدراسات نتائج متضاربة في بعض الاحيان وبيحسن النشاط البدني المنتظم وظيفة الأوعية الدموية على سبيل المثال بتوسع الأوعية الدموية المعتمدة على البطانة من خلال التأثير على بنية الأوعية الدموية ووظائف الخلايا الوعائية. تم اقتراح آليات ميكانيكية حسية مختلفة للتوصل في تأثيرات التمرين على وظائف الأوعية الدموية وقد تنطق تأثيرات الأنشطة البدنية الحادة المتكررة ذات كثافة منخفضة تغيرات طفيفة قد لا تكون ملحوظة في التجارب السريرية ومع ذلك قد تؤدي التكرارات المتكررة لجلسات واحدة لتكييفات دائمة أو تأثير مزمن. حتى التأثير الكمي الصغير لا ينبغي أن يثبط عزيمتنا عن تبني أسلوب حياة نشط وبدء برنامج تمرين منتظم. ومن المؤكد أن الجمع بين التدخلات الدهنية بما في ذلك النظام الغذائي والأدوية والتدريب على التمارين الرياضية المناسبة من شأنه أن يكون مفيد ويسهل تحسين الإدارة الطبية الفردية لاضطرابات الدهون. وينبغي أن تستند الدراسات المستقبلية لتركز على تحسنات المرتبطة بالتمارين الرياضية في وظيفة البروتين الدهني على الكثافة إلى منهجيات موحدة وتتطلب توصيفا أقل أفضل للمرضى من مجموعات سكانية متنوعة نظرا للأدوية والنظام الغذائي والأمراض المصاحبة قد تؤثر على النتيجة النهائية. لازم تتحط في الاعتبار كما قد تؤثر تعدد الأشكال في بعض الجينات على التمرين الرياضية على جودة وكمية البروتين الدهني عالية الكثافة. مع السلامة.